حاجة منها. بطة بطة حبيبتي، حاسة بإيه؟ حاسس بمصيبة جيالي. يا لطيف يا لطيف يا بت، الدكتور بيقول انك بقيتي كويسه وزي القرد. انا زي القرد؟ ضربه في قلبه. على فكره يا بنات، تحلوته على الجواز يا اختي. بلا نيله، اخوك رياض كل حته شومه، انما ايه، سكر رقدته. حصل خلاف بينه وبين الحياة، وجوزي مدرس العربي خد له حتة دين خبطة على دماغه، بقى بيتكلم انجليزي لبلب دلوقتي. معلش. بقول لك ايه يا بطة، سيبك يا اختي بقى من النكد ده. هو احنا هنفضل طول عمرنا عايشين حاسين بالذنب يا بنات؟ ما احنا لازم نعيش، بالذوق هنعيش وبالعافية هنعيش. اتكل التفاح ده الكيلو ب10 جنيه. انتوا عارفين نفسي في ايه يا بنات؟ ايه يا حبيبتي؟ نفسي اشرب كابوتشينو. بس كده؟ طب وحياة امي، لو قمتي دلوقتي وقفتي على رجليكي لعزمك على اجدعها كابوتشينو. يلا يلا شيل الخواطيم المدلدله دي. ايه يا اختي؟ يلا يلا فكيلي. اتفكيلك ايه يا بنت مجنونه؟ قوي مين يا انت؟ هتقومي بجد؟ يلا فكيلي. استني استني، حصل حاجة؟ ما حصلش حاجة. يلا استني ما اجرب اللي في رجلك التانية كده. اتجربي ايه يا اختي؟ اتجربي ايه؟ حصل حاجة يا بنت يا بطة؟ ما حصلش أي حاجة، زي القردة. هتموتي يا بنت يا مجنونة، هتموتي. تموت ايه يا اختي؟ ده زي القطط بسبعة أرواح، بكرة يجيبوها في حكاوي القهاوي. التفاح. على مهلك على مهلك يا بطة يا بنت. معلش يا اختي بطة، معلش يا اختي، معلش. ما هو برضه يا اختي الكيلو ب10 جنيه. وكابتشينو كابتشينو. ربنا يخلينا لبعض. سكر نباته احنا الثلاثه، سكر نباته احنا الثلاثه، سكر نباته احنا الثلاثه، سكر نباته. شكرا لصبايا كاميليا، ريما وأفنان. خلونا نشوف مع بعض رأي لجنة التحكيم. تفضلي بلبلة. أنا شايفة إن كاميليا يعني عاملة عملية معايشة كده يعني للشخصية. هي مريضة تعبانة وعاملة عملية معايشة حلوة. هو مساحة الدور صغيرة قوي دلوقتي، لكن أنت شكلك وسنك حلو وشايفه فيكي مواصفات نجمه ممكن تكون، عارفه؟ فهقولك برضو اشتغلي على نفسك وكل حاجه، لكن الحبه اللي اتكلمتيهم لما وقفتي هنا واتكلمتيهم حسيت بالاقناع وحسيت بان في احساس، عندك احساس. اوكي، هيدا عن كاميليا. ريما انت عملتي كم حركه وانت قاعده هنا، حسيت بيكي برضو طبيعية ويعني عارفة في طبيعة، يعني مهم جدا الممثل برضو يبقى في طبيعة عنده وتقدري يبقى يتعرض عليكي أدوار تانية النوعية دي أو مختلفة أو يعني. أفنان الدور صغير محدود، ما فيهوش مساحة عشان تبيني الطاقة بتاعتك أو المقدرة بتاعتك اللي نلحق نشوفها. يعني كان نفسي تكون المساحة أكبر شوية عشان أستمتع بيكو وأشوف الطاقة بتاعتك هتقدمي إيه وتقولي إيه وتعملي إيه. Excellent. إنما مشروع ثلاث صبايا جميل جدا جدا. إناس. أنا بس عاوز أقول للجمهور حاجة، إنه طبعاً مشاهد السينما بتختلف عن المسرح. يعني لما بتبقى في السينما الكاميرا بتلعب دور مهم قوي في إنك توصل الإحساس. أنا بساعدك كمخرجة، وده فيلم سينمائي مش مسرحية. المسرحية بيبقى عندها على المسرح أكتر
مشاهد بتقنعك اكتر او فيها يعني نوع من الالقاء مختلف. فطبعا احنا دايما بنشوف على المسرح مشاهد السينما اقل بكتير، لانه الكاميرا بتلعب دور مهم قوي في نقل جزء، انا بساعدك بجزء في الاحساس وفي المشاعر. فممكن جدا تيجي في الفيلم وتبقي هايله بمساعدتي انا بالعدسات بالكادرات بالحركه بالاداء بالساوند افكت احيانا بالساوند افكت بالمزيك كله بالمزيكا بكله، فبعلي احساسك. انتوا طبعا لما بتعملوا مشهد على هنا بنشوفه ضعيف، يعني انا بالنسبه لي بشوفه ضعيف لانه المسرح مسطح وكل اللي انا شايفاكم في احجام واحده وبتتكلموا مع بعض، ما بركزش على واحده ما بردش على التانية بكت يديني المشاعر الاحساس دي. فاعتقد انه انتوا طبعا برضو بتتظلموا شويه في اختيار المشهد، مش لانه وبتتقارنوا بممثلين زي ما قلنا كبار قوي. طبعا في شويه باور وحيويه مع الصديقتين اللي كانوا قاعدين اللي هو ريما وافنان. كاميليا عندها استعداد انها ممكن تبقى يعني ممكن تكوني هتتقدمي عن كده بكتير واحسن وتدخلي في المسابقات وتتعلمي يعني تاني، واكيد المشاهد التانية اللي هتاخديها اكيد ممكن تحطك في المسابقات النهائيه ان شاء الله. خبيان ثانك يو ايناس. رمزي انا وصل لي ان الثلاثه يعني يعرفوا بعض كويس واصحاب قوي، فده مهم برضو ان الطاقه ما بينكم وبين بعض تبقى وصلنا كناس بيتفرجوا. كان في برضو يعني هعيد الكومنت ده ان كان في طاقه حلوه جايه من ريما وافنان، الانرجي واللعب والشقاوه كان واضح قوي. كاميليا انت جزء من ان انتوا وصلتوا الطاقه دي لينا، ان انتوا اصحاب بقالكم يعني حبه حلوين، بس حسيت شويه ان كان في بتحاولي توصلي احساس هو وصل لنا من غير ما تحاولي، بالذات في البوزز الجابات ما بين جمله وجمله، ساعات كان بيبقى في عندك باوز او جاب، كان بيبقى في يمكن اداء انا حسيت ان هو مش محتاج يبقى موجود، بس انما انا يعني بس مستني منكم اشوف مشاهد اكتر واكتر واكتر، لان انتم شدتونا فعلا يعني. ثانك يو لجنه التحكيم، ثانك يو للصبايا، جود لك، تفضلوا. ثانك يو.